بفضاء المديرية الجهوية للثقافة بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، افتتحت فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة المنظمة على مدى 5 أيام تحت الشعار في الماء حياة. دورة هذه السنة منظمة على الخصوص من طرف المديرية الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء ستات. نلتقي اليوم لإعطاء انطلاقة معرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة تحت شعار في الماء حياة، وأيضا لدينا مفاجأة للأطفال هذه السنة وهي القبة الفلكية لتعريف الأطفال بهذا العالم الفلك. أيضا معنا شركة لاليدك، وأيضا معنا كازا بيئة لتحسيس بأهمية الموضوع الماء. حفل الافتتاح الذي حضره عدد من الشخصيات من عوالم السياسة والثقافة والمسرح والسينما تميز بتقديم مجموعة من العروض الموسيقية واللوحات الفنية من تقديم أطفال وشباب من المعهد الجهوي للموسيقى بجهة الدار البيضاء ستات. نشاركوا في هذا التنظيم ديال هذه التظاهرات الثقافيه في مدينه بجهه الدار البيضاء ستات في اطار دعم القراءه ودعم مشاركه الاطفال والمساهمه ديالهم في دعم المجال الثقافي. المعرض يقترح برنامجا ثقافيا وفنيا غنيا ومكثف يضم أزيد من 40 نشاطا ثقافيا وعروضا فنية موازية في المسرح والموسيقى لفائدة الأطفال واليافعين.